ذكريات تزحف تتسلل من خلف حاجز أقمته علني أنسى تلك السنين، ولكن لا سبيل لنسيان ركام حياة يرقد كجمر تحت الرماد، جمرات يتطاير لهيبها مع كل نسمة صغيرة لتحرق كل مشاعري وإدراكي للواقع. بنزرت، لم نكن قد أتيناك قبلا رغم كل ما سمعناه عن بهائك وعن بحرك الأسطوري. قلنا ونحن شبابا في الجامعة يوما ما نزورك، ولم نكن ندرك أننا سنأتيك ليلا ولن نرى منك شيئا، فقط العتمة والظلام. بنزرت، مدينة الثكنات والسجون. Izerte était une ville joyeuse. C'était considéré comme la ville où les Français s'amusaient beaucoup. C'était une ville pleine de chants, de danses, de bistrots, d'alcool. بنزرت بلاد نحبها وتعجبني. بون ملي كنا في الجامعة في الحركة الطلابية كنا وقت نحبوا نتفردوا نحبوا نعملوا لي ديتونت هكا نجيو لبنزرت. حيث نحبها مزرت عندي بها علاقة خاصة علاقة عاطفية. في برج الروم اللي المكان اللي شخصيا استغربت وجوده في البقعة هذيك، بقعة جميلة جبل وغابة وطل على البحر، ووقت اللي أنا داخل قلت عجب علاش ما يكونش هالمكان هذايا ربما استراحة سياحية إلى غير ذلك. L'impression qui prévalait, c'était l'impression d'une ville où les gens vivaient, mais vivaient adossés à des forces armées, protégés par la géographie, mais surtout protégés par l'armée. Quand on apprend que il y a, je ne sais pas, une dizaine de casernes au moins, et que la plupart des terrains qui ne sont pas urbains, bâtis en ville, appartiennent à l'armée, ça fait froid dans le dos. C'est une ville prison. Mamnoua, mamnoua. الحاكم يحكم والشعب قطيع، مكتوب بالحبر، مكتوب بالتين على كل جبين. يدق ناقوس الإنذار كلما التقى اثنان وكلما تحركت شفتان. إنذار تدقه نواقيس حاكم رد بقوة وقسوة على مواقف وآراء وجعلها جريمة نحاكم من أجلها على اختلاف انتمائنا وتاريخنا. برج رومي سي لاندروان où les prisonniers qui étaient à Rajmel, à Porto Farina, ont été transférés en 65, après que l'armée française ait quitté toutes les casernes de la région de Bizerte. En 1965, وغيروها في الناظور وبرج الرومي في بنزرت. برج الرومي والرومي مصطلح دارج عند التوانسة للتعبير عن الفرنسي، يعني الأجنبي يسمى رومي في تونس، والبرج هو دلالة على أنه المكان المرتفع للمراقبة. برج الرومي هي ثكنة عسكرية للخيال الفرنسي، سجن فيها مناضلو الوطن في عهد الاستعمار الفرنسي، أبيد فيها من أبيد، شكله بشع. هذا السجن يعتبر نموذج في السجون غير المؤهلة لأن تكون سجنا،
لطبيعته الجغرافية. أولاً هو موجود في منطقة جبلية تحيط به غابة والبحر، بما يجعل درجة الرطوبة عالية جداً وشديد البرودة، المناخ متقلب فيه بشكل يومي وبشكل عنيف وقاسي، مما يؤثر على صحة المساجين. برج الرومي كانوا العباد يخافوا منه، يقولك ناس مورطة غاديك، ناس مجرمة برشا غادي، ناس ما تخافش ربي، كنت متخوف ما أيس، معناها حابس أقل واحد فيه محكوم بعشرين سنة حابس. تدخل تقول كيفاش تفهم، كيفاش العقلية متاع العباد هذيك، كيفاش تفهمه، كيفاش تعيش معاهم. أنا كنت في حبس تونس، معناها نعيش مع عباد معناها متاع أشهرة، معناها اللي يجي ويمشي يجي ويمشي، هذه عباد تجي ما تمشيش، وبرشا تلقى عباد ماتت يموتوا في الحبس غاديك. السجن عقابي كبير للحق العام، وإذا كان كتب ربي للمساجين السياسيين أيضا. برج الرومي يجمع كل المعارضين تقريبا، انطلاقا من ما يسمى بالمؤامرة. الأزهر الشرايطي ومجموعة الأزهر الشرايطي تسجنوا في برج الرومي، مجموعة برسبكتيف أفاق تونس اللي منهم نور الدين بخذر، منهم جلبير نقاش، ومنهم خميس شماري، غيرهم كلهم تسجنوا في برج الرومي. Le grand affrontement 68 qui a donné au monde entier l'idée que le régime tunisien avait une opposition très sérieuse. Tellement sérieuse que Bourguiba a fait jouer la plus grosse répression qu'il y avait eu jusque-là contre les Tunisiens depuis les Youssoufistes. كان سي عبد العزيز العكرمي من قفصة استدعاه سي عبد الحكيم النفاتي اللي قراه هو وياه في جامع الزيتونة. خلي راهو جماعة في قفصة قاعدين يتحركوا مش يحبوا يعملوا، فهمتني، محاولة ضد بورقيبة في كذا وكذا، وراهم يبحثوا على شوية صلاح. نوعا ما بدأت تتطور الأمور شيئا فشيئا، بدأت تتوسع الحلقة، فهمتني، ما بين المدنيين، وفما شكون تخلى فينا من العسكريين. سبعة وستين ثمانية وستين الجامعة مرتحتش وما عرفتش الراحة، لأنه الضربات والمظاهرات يومية. حينئذ النظام ما كانش عنده خيار آخر غير أنه يضرب. مش نظام ما عندوش أزمات، ما عندوش مشاكل. من المشاكل اللي صارت هي مشاكل مثلا بتاع السبعينات مع 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 الطلبة آنذاك اللي برسبكتيفيست، يعني هذوما ناس معناها كانوا وطنيين، وطنيين، شبان وطنيين، كانوا ضد السياسة الاقتصادية على اعتبارها سياسة برجوازية وشيء ولا نقولوا بصالها غلط، وكانوا الشعب معناها مش قابلها، ماشي كانوا هكا. المشكل بتاع برسبكتيف راهو مش مع، ما كانش مع الامن ولا مع عيانه ولا مع بورقيبة، كان مع بصالح بنفسه مع وزير الاقتصاد، وهما هذا اللي هبطوا للميدان وحبوا يدخلوا في ميدان الطالبي وميدان العمالي وراي ذلك، واستقر الراي في الديوان السياسي معناه باش يقافوا. وانا كنت مدير عام الامن هوني، ما كنتش في الديوان السياسي بلا شك، المدير العام الامني علي باش يطبق معناه ما قرر الديوان السياسي، ودخلوا السجن. الغالب في المساجين كانوا طلبة، ولكن كان فما نسبة لا بأس بها من الموظفين، وأساسا من الموظفين في التعليم، أساتذة متاع تعليم ثانوي وأساتذة متاع تعليم عالي. والجامعة التونسية ما تنساش تكونت في 1959، بحيث الناس هذوما ما عندهمش 10 سنوات في التدريس في الجامعة التونسية، والناس من جهة أخرى عندهم عائلات وعندهم التزامات عائلية إلى آخره. ثم الصدمة كانت كبيرة بين طبيعة الجرم بين ظفرين اللي قمنا به إزاء القانون، ومعاملة السلطة لنا اللي كانت معاملة كافرة قوية جدا فاتت في كل الحدود.
25 ديسمبر بالوقت بالضبط فهمتني، وقع اكتشاف القضية. كي اكتشفت الأمور بالبحث ما فيه شك، بالواحد بالواحد لقاوا لي أنا القبض. قالوا لنا فقيرة بلادنا والفقر في قلوبهم. قالوا لنا أرضنا مجدبة ومقفر ترابها والجدب والإقفار في دروبهم. قالوا لنا لا خبز لا مال لنا والمال في جيوبهم. قالوا لنا طحونة الطلاسم حاوية ما في العالم، والشعب لا يساق إلا بالعصا، والسجن والفناء للذي عصى. في أكتوبر الحرب تاع أكتوبر 73 كانت القطرة اللي فيضت الكاس، وزعنا برشا مناشير تدعو إلى مواصلة الحرب وتحويلها من حرب تحريك إلى حرب تحرير. وهكا دخلنا في هالمواجهة هذه، ووقفوا منا ناس ياسر، تقريبا وصلوا للموقوفين 1500 واحد. خطبت في المسجد في الريف الذي اقتنه عامين كاملين. طبعا كان مقلقا عند السلطة، كنت عندهم نشاز، فقررت في نهاية الأمر أن أسلم نفسي. ذهبت إلى مارث وسلمت نفسي لمركز الحرس، ثم جاءت فرقة الأبحاث والتفتيش نقلتني إلى جابس. في يوم 9 جويلية 93 رحلت إلى برج الرومي. تم لعب على الأسماء، في لو مرة يسموه النظور مرة يسموه برج الرومي، وهو في الأصل هو برج رومي، لكن يبدو الأسماء تلاعب على الذاكرة، أو لأنه تلاعب على العائلات، ما يعرفوش أرواحها في ماشين، ما يعرفوش هذا برج رومي ولا ناظور ولا غيره. في بداية سجن النقابيين أساساً، اتحاد الشغل، اتحاد العام التونسي للشغل، اضطر تحت ضغوط منظمات حقوقية أنه يقبل بزيارة بعض المنظمات لمعاينة أوضاع النقابيين، لأنه يعرف أنه وضعية المساجين النقابيين والسياسيين بصفة عامة كانت وضعية مزرية في السجن برج الرومي. فوقع مغالطة المنظمات الحقوقية ونقلهم لسجن النظور بداعي أنه هذا هو برج الرومي. السجن المدني ببرج الرومي دخلت له لفان دو 2003، سكنت في بافيون اسمه ليبيا بثلاثة. احنا كنا في عنابر ظراف يسعوا بين 5 و7، وكانوا متواصلين بحدا بعضهم، الواحد بحدا الاخر، وبني جديد على القياس يعملوه، كي يعرفوا روحهم جايينهم حرفاء من نوعيه معينه وفي عدد معين يبنيوا، يخرجوا هذوكم يكسروا، وربما زوز يردوهم عنبر واحد، ثلاثة يردوهم عنبر واحد أو شيء من هالقبيل. يعني فما فليكسيبيليتي، معناه لأنه الفضاء ما شاء الله، معناه الفضاء واسع ولا بأس عليه. Au moment où on arrive, la plupart de ces cachots sont détruits. Et l'endroit où il y avait les cachots sont divisés en des chambres, en chambres, en petites chambres. Nous, on arrive en deux groupes, un groupe de 8 et un groupe de 26. Bon, bien entendu, l'arrivée se fait en fanfare, c'est-à-dire qu'on nous accueille très joyeusement, toutes sortes de hurlements. Des cris, des aboiements de chiens, enfin tout pour faire peur. الدخلة كانت زادة رحبوا بينا كما ينبغي الزباين، فهمتني، نهيك اللي منصف الماطري بو صخر عنده مرض القلب، يعني يجي قردان من التالي ويعطيه، فهمتني، ضربة شع
شوي اللي هبط له قلبه اللي هو مريض. استقبلونا مزقة الملابس، افتكت الأوراق، المراسلات التي كانت تأتي من خارج السجن من الأهل، بعثرت الأدباش، اختلطت معها الأوجاع والألام والتخيلات بأن خلف هذه التشريفة ما هو أشد وأنكر. من اليوم الأول في الاستقبال أنت تجبر على أن يقع إجبارك على أنك تزحف على الأرض، ويطلب منك أن تتلفظ بأشياء غير لائقة، وإن رفضت طبعا سيكون مآلك كما قلنا السيلون، السجن الانفرادي بعد الضرب والتعذيب. والدخلة البرج الرومي كانت دخلة متاع الصدام وعراك وصياح وضرب وتعذيب والآخره، ولكن كنا فاهمين لأنه كمان عدينا عام في سجن تونس أو قريب العام، وكانت واضحة أنه النظام يلعب في الورقة دي متاع التخويف من أجل أنه يحضر فينا البعد رسالة العفو. ونحن هنا لأن ما نقوله حقيقة. نحن هنا في برج الرومي، مكان الفناء الذي وجب علينا التأقلم معه. La première nuit qu'on a passée, on était dans la cave. Je dis la nuit, mais on ne sait pas si c'était la nuit ou pas, parce que la lumière était éteinte, et quand la lumière est éteinte, on ne voit rien. Et au bout d'un certain temps, on a entendu des pas dans le couloir, et une voix qui nous a dit « Courage ». Quand la lumière s'est rallumée plus tard, on se dit donc, il y a les gens de 62-63 dans la cave. برج الرومي احنا كي دخلونا ما نعرفوش، على خاطر جابوا السيلولار قدام الداموس، قدام فم الداموس، وهبطونا شيئا فشيئا، فهمتني، حذيوا فينا حتى لين هبطوا، لان احنا في السلاسل سقينا، هبطونا حتى لين خلطونا للقاع، فهمتني، حاطيننا في كلوار وكل حد في حلقة. C'est une espèce de grotte, une chambre creusée dans le roc, mouillée parce qu'on a visiblement lavé le parterre avant qu'on arrive, où il y a 8 paillasses par terre, qu'il y a aussi des anneaux par terre, des anneaux. Enfin, il y en a peut-être 12 anneaux fixés au sol. لما دخلت برج الرومي أحسست أنني في قرية مهجورة خلف التاريخ، فلا نتحدث عن البياض في الجدران، بل هي غرف مبنية في سفح جبل لا توحي أبدا بارتباطها بالحضارة، إنما توحي بأننا في شيء ما، مكان خلف التاريخ. سجن برج الرومي هو كما القلعة، كأنه قلعة عسكرية. ثم الهندسة متاع السجن هي 3 جدران، جدار اللي فيه الباب نتاع الزنزانه، وجدار على اليمين وجدار على اليسار، وجدار الرابع هو جبل. بناء او الهندسه المعماريه لسجن برج الرومي، سنترة الوطنيه يوضع فيها المساجين من ذوي الاحكام السجنيه الطويله، وهذه الغرف عاده يعني نسبيه تسمى متوسطه الحجم. بقعة كانت جبليه وكانت بارده جدا. أنا أتذكر أنه من كثرة البرد 6 أشهر نسيت فيه ما معنى الدفء، نسيت وقت جابوا لي غطاء، وقت تفكرت لي ثم دفء في الدنيا، يعني نسيت فعلا، نسيت ما معنى الدفء في الفترة هذه. كنت غرفة فيها إنارة، ولكن ليس للإنارة وقع، أي ليس لا تضيء، مصباح كهربائي لا يضيء، الماء يخرج من الجدران ويصعد من الأرض، درجة الرطوبة فيها عالية جدا. كنت، وليعذرني المشاهد، كنت أتبول دما.
نحطوني مع 17 رفيق في بيت سقف متاعها واطي، كيف تهز ايدك تمس السقف. والبيت هذية عبارة على كوشة في الصيف وأفريقو في الشتاء. كانت المجموعة اللي مع بعضنا أربعة مع بعضنا في السيلون واحد عند آريا صغيرة منها الساحة اللي يعني زعما نشموا فيها الهواء شوية، ولكن في الواقع الساحة أصغر حتى من الغرفة، الساحة اللي نشموا فيها الهواء أصغر من الغرفة ومسقفة يعني فوق السماء، ثم حديد مشبك فوق الساحة من فوق، حيث ما عندناش علاقة مباشرة مع السماء كما نشوفوا السماء الآن. ثم السجن السماء مسجونة علينا ولا احنا مسجونين على السماء، فهمتني؟ وكان من بين النكت اللي كان يقولها الشيخ مور وقتها يتكلم في العصافر، قالوا عصفور كنت نشوف فيه في القفص، قالوا اللي تو تتفرج عليا وانا في القفص. ما دام احنا في السلاسل والحشاك اللي نعمل فيها الحاجه نتاعنا البشريه، فهمتني؟ من بعدوها شويه البعيد حذا الاخراني، وقت اللي في الوسطاني توجع كرشه والا فهمتي يحب مثلا يعمل حاجته البشريه، يلزم يقوم اللي في الاخر، مش يمدها للي بعده ثم للي بعده ثم للي بعده حتى تخلط للي حاجته بها في الليل مدوها له. الظروف في الفتره الاولى كانت قاسيه وقاسيه للغايه، كنا نرقدوا على شكاره نتاع خيشه محشيه بالتبن، وعندنا زوز زور صغار من نوع الخيب، والماكلة ما ترمهاش النفس، بالأخص إذا كانت جارية نشوف الخنفوس يعوم فيها. يا حاكم التحقيق، دعنا من التلفيق، دعنا من المسائل الشكلية. مسبقا أعلم أن كلمة الحرية كالإثم كالجريمة كالنقطة السوداء كالصيحة الوحشية وكالنشاز في تناسق الأشياء. مسبقا أعلم أن في بلادنا العدالة كلمة تقال. عمر واحد ما كان يتصور أنه تونس هذه متاع الاستقلال اللي عندها 12 سنة ولا 13 سنة استقلت نجم تعمل مواطن بالشناعة هذه وبالفضاحة هذه. Vous êtes arrêté, on vous met dans une chambre. Deux minutes après, rentre un autre qui se met à vous bourrer de coups de poing et de gifles. Et puis s'en va. Et puis vient un agent en uniforme pour vous surveiller. Il y a eu des tortures beaucoup plus poussées, en particulier pour Ahmed Ben Othmane, qui avait été arrêté en 73 après... Les flics avaient l'impression qu'ils s'étaient foutus de leur gueule, donc ils voulaient se venger. Et il a été torturé très durement. Il faut noter que pendant ces tortures, le juge d'instruction, Abdelaziz Hamzaoui, est venu voir comment il se portait. Il est reparti et la torture a continué. C'est-à-dire que la torture n'était pas seulement le fait de la police, mais de l'ensemble de l'appareil de répression, y compris la justice. Vous me dites que la menace a été tardive et a été tardive. Mais c'est pas ça. Moi, je veux dire que le tajouz a été tardive. Parce que le temps, les gouvernements ont été mortes. Mortes de la seule. Nous avons très vite compris que nous étions tous dans le même pétrin, nous étions tous dans le même bateau, et il fallait que le bateau ne coule pas. Donc nous avons pratiquement été tous unis face à l'administration. Sauf pour le problème de la demande de grâce en 68, pour laquelle il y a eu un certain nombre de gens qui ont demandé la grâce. بالنسبة لنظام بن علي اختار التعذيب سياسة ممنهجة مبرمجة تبدأ من مخافر الشرطة والأمن وتتواصل وتستمر داخل السجون
بأشكال أقسى وأشد عنف. بن علي كان كأنه ينتقم المعارضين بتاعه، وكان يعملوا ما يسمى بالحفلة وبالوليمة. الحفلة هذه هي يدخلوا المساجين، كل رجل الأمن يزم يضرب المساجين بالكف بالفكة بكل طرق. عدت وزارة الداخلية خطة، هذه الخطة عنوانها جيمات ثلاث: جوحه وجهله وهجره. من الجنوب يرحلوا للشمال، ومن الشمال يرحلوا للجنوب، ثم تلغى الأكلة معنا فتترك صفة فحسب أو اسما، فكل الذي سيتناول وجبة مما يقدمه إدارة السجون لن تسمينه ولا تغني عنه من جوع. التجهيل أنه منع القلم والورق، حتى ورق المشروبات مشروب الحليب منعت، يسلمونك قارورة وينزعون الورقة. كنا محرومين من أبسط الحقوق اللي ممكن يتمتع بها أي مربوط. لكن عندنا زيارة، لكنا نجمو نكتب جوابات ولا نتلقى جوابات، لكنا نقرأ كتب، بحيث كنا محرومين من أبسط الحقوق. علاش؟ على خاطر ما يعتبروناش مساجين سياسيين، السلطة كانت تعتبرنا مساجين حق عام. Les gardiens répriment, essayent d'empêcher la communication entre prisonniers, essayent d'empêcher les échanges. Et prisonniers ont toute la journée pour inventer des moyens de communication, des moyens d'échange. وكان عندنا نظام اتصال، ناقبين الحيوط بتاع البيوت ونستعملوا جعبة بتاع السيلو ونحطوا فيها من تالي الورقة. فكانت الأوراق تنتقل بين الغرف بواسطة بعض السجناء اللي هم في ظاهرهم يعني إلى حد ما لم يكونوا مخبرين، ولكن كانت لهم سطوة وشدة وكانوا أصحاب عنف في السجن، فكان العون إلى حد ما نتيجة السلوك الحاد اللي عندهم يخف شوية من سوء التعامل. طبعا كان المقابل هو مادي، وعندما نتحدث عن المقابل المادي نتحدث عن السجائر الكريستال، كانت العملة، كان الدولار المتحرك داخل السجن. Aucun rapport entre le traitement qu'avaient subi les prisonniers de 1963 et nous. Eux, à Bojeroumi, avaient vécu encore dans la cave jusqu'en 69. Et il y avait tous les jours un corvéard, c'est-à-dire un détenu qui travaillait avec l'administration, qui rentrait dans la chambre avec une matraque qui distribuait des coups au hasard, comme ça. Je mets en perspective, quand on a fait le bout de la bouche, on a fait un bout de la bouche, يتكلم معهم من خلال نعمل زاورة ندرقوا بها الحيط مش ما يخرش الصداء لبرا، فهمتي؟ مش مسمعش القرديانات، ندخل أنا تحت منها. Le premier soir, le troisième ou quatrième qu'ils étaient là, ils étaient tellement heureux d'être à côté de nous qu'ils ont chanté pour nous du Malouf. عام 68 وما كنتش العالم عالم بهذا، سمعت أن في جماعة المؤامرة بتاع 62 ما كان حد يحكي عليهم وما كان حد يتجاسر باش يجبد عليهم، يسيتي ضالي زوبليات بالنسبة للمسؤولين الكبار، بالنسبة للبرقيبة بنفسه، ولا بالنسبة للبطلية، ولا بالنسبة للمسؤولين، ما حد معهم، ولا حتى التقارير كانت تجيني من وزارة السجون ما فيهاش الجماعة 62 ما حكوش عليهم. معناها كلكوش زارنا محمد فرحات وكيل الجمهورية العام، ومعه وزير الداخلية سي طاهر بن الخوجة. مشينا أنا وسي محمد فرحات الوكيل العام للجمهورية البزر للبرج الرومي،
ودخلنا السجن وتفقدنا وقلنا غير شك. بعدين طلبت أنا باش نشوف هذو مجمعة المؤامرة 63 فيهم. كانت معناها ما غير شك الجران سيربريز بتاع مدير هذو. وصلنا للوحدة وشفتهم مجمعة موجودين غادي، واخذت على عاتقي أن كونوا نحضروا لهم بافيون جديد. وخرجناهم من مكترو هذا كذا، ونحينا لهم السلاسل اللي في ساقيهم، وعطيناهم الماكلة، جيبوهم الماكلة بتاعهم وشافوا عائلاتهم. حتى هذا عام 68 خرجونا تقريب جمع ولا 10 ايام، ثم ندموا علينا، عاودوا هبطونا وعاودوا فهمتي ركبونا السلاسل بعد ما نحاوهم لنا. ثم حتى لين جاوا علمونا بالاطلاق الصراحه نتاعنا. ساهمت بقدر الامكان باش نكونوا جو مع بورقيبه باش يعفي عليهم في جوان 73. وقتها قالوا لي احنا خرجنا من السجن وقت اللي جيتنا عام 68 وخرجنا من الحفره. العفو الرئاسي واللي كان فيه سبب هو تقال فيه اللي هو ستار بالخوجه، ولكن اللي كان فيه سبب هو حسن باب ومدير الامن العام. قسما بتلك السنين، بالماء بالهواء بالدين، بألف سر، بألف عام قد مضى، بالشرق بالغرب وبالجنود الحمر، بالسجن بالتعذيب أو بالزجر، بالشنق بالحرق بحفر القبر، لن يستطيعوا قتلي ولن يستطيعوا أن يقصروا من عمري، لأنني أعيش قبل ألف عام، لأنني أعيش طول الدهر. إضرابات الجوع كانت تكاد تكون أسبوعية على أي قضية نعمل إضراب جوع. On avait essayé en 73 de nous mater en nous mettant dans des cellules avec des droits communs. Au bout d'un certain temps, on nous a enlevé les droits communs parce qu'ils apprenaient nos méthodes de lutte. Il y a eu la première grève de la faim en 74 des droits communs. Ils avaient appris de nous comment faire. السجن موجود صنفين من المساجين، المساجين السياسيين والمساجين الحق العام اللي هم المجرمين في حق المجتمع من سرقة وقضايا أخلاقية وغير ذلك. احنا في برج الرومي مثلا الشيخ عبد الحمور طلب انه نختلطوا بالحق العام، على الاقل نرفع عليهم الأمية، نقوموا بدور نرفعوا الأمية، يقولوا لا ما يحبوكمش تختلطوا بهم، ما يحبوش، مش هذا يعني خوفا من التأثير في الحق العام. في البداية النظام واصل لسياسة نظام بورقيبة اللي هي عزل المساجين السياسيين في غرف خاصة بهم ومنحهم من الاختلاط ببقية المساجين، ولكن بعد ذلك النظام رأى أن خلطنا بالمساجين الحق العام من شأنه أن يحقق له غاية التعذيب النفسي للمساجين السياسيين. ثم انتقموا صحيح وقاموا بدور متاع ما يسموه الكبران، الكبران معناها المسؤول على الغرفة، وكان يقودوا وديما يهزوا السياسيين، ديما يعزلوهم ويعذبوهم بناء على التقارير اللي يعملوها الكبران اللي هم ناس أميين ما يعرفوا شيء بتكليف من الحراس. ولكن ثم زاد من المساجين الحق العام هم تعاطفوا برشا وكان تعاملهم جيد جدا في ما وراء الباب، باب تاع الزنزان، يخلي لهم فضوى ويخلي لهم مجال تاع صلاه ويخلي الجماعه يصلوا ويخلي الجماعه ياكلوا لغير ذلك. داخل السجن مصنفوا بمساجين الصبغه الخاصه، هذا في التصنيف الاداري، لكن في التعامل مع المساجين ومع اداره السجن نعرفوا بمساجين الانتماء، يعني الانتماء الجمعية غير مرخص فيها وفقا للتعبير القانوني الذي حكمنا وفقا له. فهذا المشهور وقت يقول لك داخل تسمع كلمة سجين انتماء يعني يقصد به السجين الإسلامي السياسي في فترة بن علي. Les problèmes les plus préoccupants pour le Les détenus politiques, c'est d'abord de rompre sa solitude. Il s'agit de retrouver le contact avec ses camarades. Communication interne. Il s'agit aussi
d'avoir des idées sur ce qui se passe dehors et d'avoir des nouvelles qui donnent un peu l'impression que notre combat n'est pas complètement inutile. لأول مرة في تاريخ السجون التونسية في مارس 74 يدخلوا السرة والجراري، والأول مرة نفرضوا عليهم باش يعطونا الكتب ويعطونا جرايد رسمية على الأقل، منها جريدة العمل لسان حال الحزب الحاكم حزب الدستور ساعتها، ثم شرينا على حسابنا كيف كيف تلفزة والظروف تحسنت نسبيا. La réforme de 76 des prisons a amené un changement total pour les détenus de droit commun, un changement relatif pour nous. Un peu plus de temps de promenade et la mise à la disposition, notre disposition, d'un grand terrain qui existait mais qui ne doit plus exister maintenant, qui a dû être construit, sur lequel nous jouions au football. احنا في ضيق السجن مثلا، هو سجن ما يرجعوش الانسان سجن، احنا كنا نلعبوا الفولي مثلا، كنا نغنيو، كان الشيخ مورو يغني العتيق التونسي كما صالحه كما ام كلثوم كما هادي جويني كما كذا، كان هذا جو عادي، جو معناها بعكس فيه نوع من محاوله الترفيه ومحاوله عيش الثقافه التونسيه. يا زماني راني تايب، يا زماني قول لي قداش فيك عجايب، والقلب مكوي ذايب، فنيت عمري وطالت علي عوام، ذقت المرار انواع، انا قلت ما احنا تفوت، ما دريت صغري ضاع، يا خسارة فات الفوت، في الراس طلعت شيبة والله شيبة، قالت لي اصحى هالزمان غرايب. السلام عليكم. نحن الحفلة ناس بنوفو في برج الرومي، يجيونا كبار المدير العام لسجون السلاح، مديرين ملازمين يجيو يحضرونا في الحفله في التيران تاع كوره مقابل بافيون اسمه الاف. احنا عاملين استراد كبيره، الملازمين والمديرين من هنا على اليمين، نساء مرابيط نساء يخرجوهم من قدام بالسفاسر، الرجال من تالي، المساجين الرجال من تالي. الانتماء ما عندناش، ما يخرجوش الانتماء جمله. احنا طبعا نرفض ان نشارك في هذه الاحتفالات، ولكن إدارة السجن كانت تخشى أنه نفسد عليها أجواء الاحتفال بالنقاشات التي قد نثيرها والاحتجاجات التي قد نقيمها تجاه هذه الاحتفالات، فكانوا يتجنبوا أنهم يحضرونا. خلص الليل والنهار وحاولنا نخلقوا حويجات تشغلنا، والحبس رغم قسوته عشنا فيه ربما لحظات مرح الواحد ما ينساهاش. كنا الوقت احنا نتحكموا فيه، عملنا له برنامج وعملنا له فهمتني ان امبلوا دو تان، فهمتني مش نجمنا نعديو هك السنوات هذومك. تعلمنا نلعبوا الشطرنج، فما تصور اكستراوردينر هذه، ولو كنت تفكر هذه نتفرجوا في الكوره في 78 في التلفزه ليكيب ناسيونال التونيزيان، هذوما يسون براكي وانا وياك انت تو تنفود رغاردي ان ماتش دو تيلي، اخزر لهم كيفاش فيكسي واحد المسدي بوكو بلوس على خاطر غارق في الواحد باسكو سيتي ان سبورتيف الله يرحمه. نور الدين بن خضر داير الدوره نتاعو، شوف كيفاش يديه ربطهم في بعضهم.
انت مترهز من الدنيا الكل، تدز في البيدق، فما حد مقابلنا يعمل في بعض الحاجة وانت شيخ لي، وانا مربع يدي ونخزر له ونتبسم، ما عطيتش اكسبريسيون دو فيزاج. يا دي فوتو كي سون فورميدابل فورميدابل. لو استطيع نقل وحشتي، لو استطيع نقل حيرتي من هذه الزنزانة، لو أنقل الإحساس بالعدم، لو أنقل الإحساس بالألم من هذه الزنزانة. مشاعر عدة تلاطمت كالأمواج في نفسي وروحي، وكان يجب لها أن تنقل بالنحت على الجدران، بأعواد الثقاب، بالفحم، أو على أوراق السجائر. كان يجب لها أن تنقل خارج هذه الأسوار إلى الحرية. Elle ne peut pas tuer la pensée. On ne peut pas. La seule façon de tuer la pensée, c'est de tuer celui qui pense. السجون في البلدان العربية هي الكتابات السياسية والنقاشات الكبرى، هي هيبة القمع وهيبة السجون في البلدان العربية، من سوريا لمصر إلى تونس إلى ذلك، من سجن القلعة اللي يغني عليه الشيخ إمام، من طرطوس في سوريا، وبرج الرومي أنتراتر في تونس. طول الفترة وتخصيص النظام لهذا السجن لمعاقبة المساجين السياسيين خلى الناس اللي كانت عندها الموهبة أنها تكتب في هذا المجال تستغل وجودها المطول يعني والممتد على الزمن في أنها تنتج. ذاك علاش يعني من أنتج من أهل اليسار يعني لم يغادروا هذه القلعة. Quand on travaille avec sa tête, qu'on n'a pas de livre, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'ennuie. Alors, on cherche à écrire. Alors, au début, on n'a rien pour écrire. On se met à gratter les murs, à écrire des choses sur les murs. وكان بودنا أن نكتبوا، تبقى ما كانش ديما الكتابة متاحة، خلال الرفاق اللي كتبوا داخل الحبس. الكتابة معركة كبيرة برشا هي بين السجين والجلاد، يعني بالنسبة للجلاد أي شيء يكتب يمثل يشكل خطر، لذلك كانت إدارة السجن تمنع كل شيء يساعدك على الكتابة. Moi j'ai trouvé la solution. Je ne sais pas comment, mais je l'ai trouvé. J'ai trouvé un crayon, j'ai trouvé sur quoi écrire, et j'ai écrit. Par défi contre Bourguiba. Voilà. C'était devenu une affaire politique, c'était plus dans mes cordes, donc j'ai écrit. Et puis, quand on commence à écrire, c'est affreux. C'est comme quand on commence à boire, on s'arrête plus. في هذا الإطار كنا نكتب ما يعني ما جاء به الإلهام في أوراق السجائر. أنا كنت نكتب على الباقي نتاع حليب، الباقي نتاع حليب وقت يتحل نشربوه نكملوه نحلوه، باقي نحي منه الغلاف الداخلي ونكتب عليه. Voir que l'imagination d'un prisonnier dépasse tout. J'ai pas de taille crayon, mais j'ai des boîtes de sardines. Et la languette d'une boîte de sardines, eh ben ça fait office de couteau. Ça permet de tailler le crayon. اضطرنا في غياب الاستلوات والأوراق نستعمل وسائل بدائية. نتذكر رفيقي وصديقي المرحوم عمار منصور قبل ما يعطونا الاستلوات وصل يكتب في القصائد بتاعها بعود وقيد،
مغطس في الرماد بتاع الدخان. علاش؟ على أوراق بتاع بكوات دخان. جفاس جكري avec un crayon. On n'avait pas de stylo. Oui. Même les crayons, on n'avait pas. Je ne sais pas comment. C'était je... d'un côté. Non. Il est rentré. Il est rentré. Dieu seul sait comment. Et dans le couvain, j'ai trouvé un crayon. Alors tu vois ici, c'est les fameux manuscrits de cristal. Oui. Oui. Ça fait. Ça... Dinaire, voilà. Encore. Voilà. Encore. Les. J'ai pas besoin. Il y avait 73 pages écrites, à la main. Écrites à la main, mais c'était, attention, c'est pas le brouillon. Le brouillon était écrit sur des feuilles comme ça. Oui. Et j'effaçais, je corrigeais, on n'avait pas de, tu te souviens à l'époque, on n'avait pas de papier. Donc je ne barrais pas, j'effaçais. Et j'ai écrit à nouveau dessus, puis finalement, quand j'étais assez content de la... Assez content, de la disons, à peu près satisfait de la formulation, je copiais là-dessus. Quand le gardien venait, que j'entendais la porte de l'aile à l'extérieur qui s'est tournée, deux portes, voilà, exactement. Donc, le temps qu'il ouvre la première porte, je me levais, je rangeais tous mes papiers. Qu'il ouvre la deuxième porte, j'étais debout, parce que j'étais allongé sur la paillasse pour écrire. Et voilà. Et donc je le recevais. Voilà. Donc, j'ai réussi, bien entendu, à le sortir. Tu sais très bien que c'est pas la chose la plus difficile au monde. Et. Je l'ai récupéré dehors, mais attends, il faut te dire que ça avait été écrit en 74. Entre 74 et 79, je l'ai recopié sur un cahier, parce qu'après on avait des stylos, etc. Et c'est le cahier que j'ai sorti en premier lieu. Et ensuite j'ai sorti ça. آخر 98 التقيت سمير ساسي في سجن حربوك في غرفة 8 وكان يخط روايته برج الرومي كان يخفيها حيث لا يمكن أن تصل إليها العين بسهولة في الفترة الأخيرة قبل خروجي من السجن إدارة السجن سمحت لنا بأنها تمدنا بكراسات على أن نكتب فيها أشياء ولكن نرجعها للإدارة لمراقبتها والاطلاع عليها. أنا قمت بتحيل، كتبت الرواية على الكراسة ولكني لم أرجع هذه الكراسة للإدارة وقمت بإخفائها وادعيت أنها ضاعت. فكان برج الرومي رواية شاهدة للتاريخ على فصل من فصول تاريخ شعبنا الذي أهين طويلا. حدثني يا بني فحديثك يهدئ ليلي إذ أرقني السهاد وقد استنزف البكاء دموع عيني وعساك تمسح بكلماتك التي تبعث بها إلي ما خطه الدمع على خدي وعسى الكتابة بيننا تهتز وتربو وتنبت من كل حرف حبل وصال بينك وبين أحبتك جميعا. كان نتكلموا على أدب السجون في تونس نتكلموا على برج الرومي، يعني هو خرجت منه تقريبا أغلب الأدبيات نتاع السجناء السياسيين سجناء الراي في تونس، من الماركسيين فترة الماركسية كما نور الدين بخضر خرج كتاباته من السجن، كما جيلبير نقاش خرج كتاباته من السجن، سمير ساسي كتب برج الرومي إلى غير ذلك، هذه كلها كتابات خرجت من برج الرومي، حيث أدب السجون خرج من خلينا نقولوا من المحرقة نتاع القمع. ربما الحبس الإنسان ماذا به ينساه تبقى بشكل واعي رغم مرارة التجربة
أنا شخصيا أدعو إلى عدم النسيان باش ما تكررش هالمآسي اللي عشناها. J'ai passé 11 ans en prison ou séparé du genre. À ma sortie, mes amis avaient en moyenne 15 ans de moins que moi. Je n'avais plus rien à dire aux gens de ma génération. Donc, c'est des années, entre parenthèses, pour, sur le plan de la vie en général, et c'est des années en même temps très enrichissantes.